ثلاثية مهجنات الأسايل، شعارات أصحاب السمو الشيوخ والثمانية كيلو مترات من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. أسير مباشرة مشاهدينا في هذه اللحظات وفي هذا المسار شاهين لهجن الرئاسة، يتقدم المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري، انتقل مباشرة على المركز الثاني. المركز الثاني وصول وتقدم من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي المضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير، بينما التسلل هناك أيضا من شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الرابع وصول من شاهين لهجن الرئاسة، يتقدم المضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري في هذه اللحظات. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو نجد، يتواجد نجد بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع، يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. انتقل هكذا نتيجتنا في هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. أسير مباشرة على البداية الأولى، أسير على الصدارة هناك أيضا. أيضا يتواجد في هذه اللحظات غزيلان لهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، من يتسلل على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط، يتسلل هنا على المقدمة في هذا المسار بانطلاقة غزيلان، واللي تابع غزيلان ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. المركز الثاني مشاهدينا متابعي الكرام، هذا هو رعد، يتواجد على المركز الثاني والرعد كالوعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، يتواجد بعبيد هناك أيضا في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. انتقل مباشرة على المركز الثالث، وصول أيضا وتقدم في هذه اللحظات من شاهين لهجن الرئاسة، يتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثالث. أتابع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات، وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع وصول أيضا وتقدم شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي المضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التدريب والتضمير، اللي خذ المركز الخامس. أتابع المركز السادس، وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز السادس. والمركز السابع في هذه اللحظات، هذا هو شاهين لهجن الرئاسة المضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري، اللي خذ المركز السابع في هذه اللحظات وفي هذا المسار. المركز الثامن وصول وتقدم في هذا المسار، هناك أيضا صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية تدريبه والتضمير والعناية المستمرة. بينما هناك أيضا اللي واصل نجد بشعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع، يتواجد في عملية التدريبه والتضمير. هكذا نتيجتنا، هكذا تحدياتنا، هكذا أمسيتنا هناك أيضا في عاصمة الميادين بهذه الشعارات الغالية دائما على قلوبنا هنا، شعارات أصحاب السمو الشيوخ. هنا أيضا أسير مباشرة على البداية الأولى، هناك غزيلان ما زال على البداية الأولى لهجن الرئاسة، يقود علي بن يميل الوهيبي في عملية التدريب والتضمير على بداية هذا الشوط، شوط الختام، شوط الوداع من سيق الغستار في هذه الأمسية هنا لهذا السن، سن الثنايا. يا سلام، الثمانية كيلو مترات، بينما اللي تسلل رعد بدأ يتسلل على البداية الأولى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التسلل. انتقل مباشرة، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه
اللحظات. وفي هذا المسار هناك أيضا اللي واصل هنا على المركز الثالث، اللي واصل هناك شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الرابع وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة هناك أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بقيادة المجازف. بينما اللي دخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي المضمر السهيل بن سالم السهيل العامري، وهناك أيضا وصل شاهين لهجن الرئاسة. يتقدم المستحيل يتواجد بوذياب في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. البداية وين؟ التغييرات هناك أيضا التي طلت وجرت على البداية على صدارة هذا الشوط. رعد 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 رعد، والرعد كالوعد على البداية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. تنتقل مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثاني. المركز الثاني شوفوا من القادم هنا أيضا شاهين لهجن الرئاسة بقيادة هناك أيضا راشد بن محمد بسم المنصوري، وهناك أيضا المركز الثالث وصل أيضا شاهين بن شاهين. هناك أيضا أعزائي المشاهدين يتواجد المركز الثالث هناك شاهين لهجن الرئاسة بانطلاقة المجازف، بينما المركز الرابع أغزيلان لهجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، والمركز الخامس في هذه اللحظات هناك أيضا اللي واصل في هذا المسار. مشاهدينا متابعينا الكرام أشوف القدوم أشوف التحرك في هذا المسار. هناك شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم السهيل العامري في هذه اللحظات، بينما شاهين تدخل لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك أيضا وصل صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري. بينما هناك نجد وصل نجد هنا وصل هذا الشعار شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة، يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة مع المركز الأول. رعد ما زال على مقدمة هذا الشوط، ما زال رعد على المقدمة على الصدارة والمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. يركز يا أبو عبيد، شوط الختام شوط الوداع من سيغلق الستار في هذا الانطلاق الجميل. الله يا هذا التحرك، الله يا هذا التحرك. بدأ التحرك من المراكز الخلفية، شاهين بدأ يتقدم لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل. المركز الثالث شاهين على المركز الثالث لهجن الرئاسة مع المجازف. المجازف وصل في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثالث. انتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، واللي خذ المركز الخامس. المركز الخامس أشوف اللي قادم هناك أيضا أغزيلان وصل على المركز الخامس لهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي بقيادة أبو سعيد. يتواجد الظاهر في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم السهيل العامري في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، يا هي اسماء بدأت تتقدم في هذه اللحظات. التسللات المميزة هنا بقيادة شاهين على البداية، بقيادة شاهين على الصدارة على المركز الأول لهجن الرئاسة. راشد بن محمد بسم المنصوري يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثاني أشوف شاهين على المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، يتقدم المجازف في عملية تدريبه والتضمير
والعناية المستمرة. المركز الثالث وصول مشاهير لهجنة رياسة. الله يا أبو ذياب، الله يا المستحيل. راشد بن محمد بسم المنصوري اللي خذ المركز الثالث، ولكن نجد وصل في هذه اللحظات بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب. مطر بن محمد بن أحمد يتواجد في عملية التدريب والتضمير. يلا يا بن رفيعة، يلا يلا. هناك أيضا خلاص جولة الأوامر، جولة التحديات. الله يا سلام يا سلام يا سلام. نجد وصل، نجد وصل في هذه اللحظات، ولكن المجازف والمستحيل، المستحيل والمجازف. الله الله، ولعت ما بين الفطاحلة، الفطاحلة الكبار الخبراء في مجال التضمير، في مجال التضمير على البداية الأولى. شاهين وشاهين الخمسمية متر الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، المجازف 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 على البداية الأولى بانطلاقة شاهين، شعار هجن الرياسة على البداية الأولى، على الصدارة الأولى، على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، تهانينا تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لأبو سعيد. تكفى لا تقول له شيء. هناك أيضا على بداية هذا الشوط على الصدارة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية لمحمد العتيق بن زيتون المهير المركز الثاني. شاهين لهجن الرياسة المركز الثالث، شاهين لهجن الرياسة والمركز الرابع. هناك نجد أيضا بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، واللي أخذ المركز الخامس وصل. هناك أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي والمضمر سهيل بن سالم سهيل العامري. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك أيضا التوقيت الزمني المرافق بانطلاقة شاهين في هذه اللحظات وفي هذا المسار، شوط الختام وشوط الوداع بانطلاقة شاهين. التوقيت الزمني هناك أيضا قاطع 8 كيلومترات في زمن وغدرة، 13:20 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. شاهين لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري على المركز الثاني، ثاني المراكز. التوقيت الزمني للمركز الثاني لحظات وصول وعبور إلى خط النهاية 13:23 أن يتيما من الثانية، بينما المركز الثالث هناك أيضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثالث. أيضا شاهين لهجن الرياسة بقيادة المستحيل 13:25 أن يتيم من الثانية. تهنية والناموس جميع الفائزين.